من اجمل المقولات اللي بتعجبني انه في المعده مكان لا يملاها الا الحلوى. طبعا في المعده خلوه لا تملاها الا الحلوى. الا الحلوى لذلك لازم نكون اكلين دائما في مجال لناكل بعد اذا شيء طيب مثل الامور اللي عم نشوفها امامنا. بكل تاكيد لذلك تعد صناعه الحلويات عالما مليئا بالسحر والابتكار، يجمع بين الفن والطعم في توليفة رائعة تسر العين وتبهج القلب بقدرتها على تحويل هذه اللحظات العادية إلى مناسبات احتفالية سعيدة. لينا نجيم سيدة قررت أنه تجرب عالم صناعة الحلويات من خلال كشك صغير حتى تحول هالكشك بحب الناس وأقبالهم إلى قصة نجاح ومشروع بيحمل اسم سابلي. This spot claims they make the best eclairs in the Middle East, so we went to check them out. Sapley is a family-owned bakery, and all the recipes are from the owner's mom. They use the finest ingredients flown in from around the world, and you can really taste the quality. We tried their special chocolate eclair, salted caramel profiteroles, this unique Bahamas pineapple jar, and their homemade lemonade. They truly had such a nostalgic taste that took me back to my childhood. You can find Sapley at Beach Canteen till the 12th of May, or you can get their desserts delivered. You can even rent their beautiful cart if you'd like to have them at your next event. يعني بالفعل العين تأكل قبل الفم دائما مش أحيانا. السيدة لينا نجيم مؤسس مشروع سابلي للحلويات، صباح الخير وأهلا وسهلا فيك بدبي هذا الصباح. صباح النور، بداية على الاستضافة. أهلا وسهلا فيك وشكرا طبعا على الحلويات يلي منظرها جميل وطبعا طعمتها بتشهي. البداية، ما الذي أخذك نحو عالم الحلويات حتى قررت أنه يصير هيدا المشروع مشروعك الصغير الخاص؟ بصراحة ما حدا أخذني، هيدا حلم كان عم بيرودني من الطفولة. يعني كنت حابة أنا أدرس هيدا الشيء. نعم. بس بعدين قد ما بحب، لأن يعني it's my passion. عندك شغف بالموضوع. عندي شغف بالموضوع، صرت أنا لحالي بالبيت جرب الريسيبي، أكيد عدل فيهم قد ما بقدر لو وصلت للي وصلت له. وأكيد كمين ما يدوق يقول لي عن جد كتير طيبين، لازم تعملي شيء يعني. وجيت على دبي لأنه ابني كان موجود هون، وبلشنا يعني بين الأصحاب ندوي وتعرفي. نعم. وكله كان جدا ممنون، فقررنا أخذنا كيوسك بالرايب بالبوليس أكاديمي. نعم. الحمد لله وكرت الصبح. وكرت الصبح، خاصة أن دبي أرض الفرص لكل حال من يعني نصيب بدبي. شكرا دبي. نعم. طيب سيدة لينا، يمكن يكون في كثير من الأماكن اللي بتعمل حلويات، بس أكيد في مذاق خاص أو طعمة خاصة لحلوياتكم، شو هي؟ أول شيء نحن عم نستعمل يعني البست كواليتي بالمكونات. الطحين، الزبدة، الكريم، الشوكلت كله سويس شوكلت، الكريم الفرنسوية، الزبدة كله هاي كواليتي يعني. من هيك العالم عم بتحس. بعدين أنا بصراحة ما عامل شيء تجاري، يعني أنا معتبرة هالزبونات ضيوف عندي بالبيت وعم ضيفهم. عم نتعمل عالم نحنا مثل ما منحب نحنا ناكل بالبيت، يعني كله توب كواليتي عم بيكون. نعم. مشان هيك العالم ممنونة وعم بتحب، لأنه رجعوا شوي للقديم، للرسيبي القديمة يعني التقليدية مع المربى شغل البيت. يعني ما داخل شيء اصطناعي ابدا. نعم. كله طبيعي، بيت طبيعي، حليب طبيعي، كله. نعم. يعني انا بدرس صنع بحب. صنع بحب، صنع بحب كبير. حبيت كثير كيف اعتبرت انه الزبائن بمثابه ضيوف عندك بالمنزل. أكيد. وطبعا نحن يمكن من ابرز ما نتميز به بالعالم العربي اكرام الضيف. صح. واجب. وانت هيدا اللي عم بتقومي فيه من خلال سابلي. طيب، في اصناف متعدده عم نشوفها امامنا. طبعا للاسف بعرف اسماء باللغه الفرنسيه، ما بعرف الترجمه اذا رح تجيني مباشره. الاكلير، الشو الكريم او البروفيترول، السابلي
يلي هو منه أنت إذا بدنا لعبنا بعض الشيء على الكلام وسميته سابلي أو صح. يعجبني هذا الأمر إذا بدنا صح. نترجم اسم العلامة الخاصة فيك. ذكرت أنه في كيك بالشوكولاتة والتمر بما أنه التمور من أساس الثقافة بدبي. خبرينا أكثر صنف أنت شخصياً بتحبيه وبالمقابل أكثر صنف يباع ويلقى استحسان عند الضيوف يلي أنت اعتبرتيه مش زبائن. هلأ نحن أهم شيء السابلي، أنا بلشت بالسابلي نعم واللي هو أكثر شيء عم ينباع، بس مش معناتها أنه البقية ما عم ينباعوا بصراحة، بس دقت العالم السابلي عرفوا الليفل يلي نحن عم نشتغل فيه المستوى نعم المستوى فصاروا أنه أكيد كله كتير طيب لأنه عم نشتغل على هالمستوى. وفعلاً يعني الحمد لله الأصناف كلها مش كتير منيح، بس أكيد نمبر وان هو السابلي. نعم سيدة رينا، بتعملوا للاحتفالات مثلا إذا واحد عنده طلبية خاصة لاحتفالات معينة بتعملوا له طلبات؟ نعم نعم بلشنا هلأ بالكيترينج أكيد للحفلات الخاصة عم نعمل إشياء صغيرة يعني الميني إكلير الميني بروفيترول، حتى هون عنا الليموناد كمان عم نحطها بأنين صغيرة خصوصي للحفلات. طبعا شراب الليمونادة يلي هو شراب منعش جدا بالصيف. الليمونادة معمولة بحامض وشغل وعلى الإيد، ما في إلا نكهات مضافة أبدا. نعم هلأ بس تدوقوا رح تعرفوا. أنا عجبتني الزجاجة تبعه، يعني بتحسيها شوي تقليدية، قالت إنه تقليدية يعني الزجاجة. عم برجع العالم أنا للقديم يلي صاروا حبين يرجعوا له. نعم طيب طبعا لما بيتعلق الموضوع بصناعة الطعام والحلويات معايير الصحة والسلامة لازم تكون مأخوذة بعين الاعتبار، وطبعا الرقابة بدبي تعتبر من الأفضل حرصا طبعا على صحة الزبائن. خبرينا أبرز المعايير يلي بتاخدوها بعين الاعتبار لصحة وسلامة وأمن الغذاء. أكيد على رأسنا منحط الشبكة منغطي نعم. بالشبكة كفوف مرويل على طول، غسيل إيدين على طول، نظافة يعني مفروض يعني على طول 100% النظافة. نعم تاني شيء في نقطة مهمة بحب أقولها إنه نحنا ما بنستعمل أبداً البيض الني بالوصفات تبعولنا. على طول البيض بينطبخ على النار ومنرجع بنستعمله. للموس موس الشوكولا نعم عادة تنعمل ببيض ني، أنا ما بعملها ببيض ني، حرصت أنه ينطبخ البيض على النار إن كان الصفار وإن كان البياض وبعدين بتنعمل الموس لحتى نريح راسنا، لأنه البيض الني دقيق جدا وخاصة للحوامل. سو هيدي معتمدينا بيض ني نو واي نستعمل. نعم يعني حضرتك سيدة رينا بتنتبهي على التفاصيل الصغيرة لصحة المجتمعات. في ناس ممكن تعاني من مرض معين سكري مثلا، بتعملوا لهم حلويات خاصة لهم؟ ايه مثلا منخفف السكر منخفف السكر، يعني جينا ناس طلبوا مننا معمول، منعمل معمول كمان طلب مننا معمول انه بليز انا عندي سكري، ما رشينا سكر على المعمول وخففنا بالعجينة وبالحشوة السكر، سو كان كتير كتير ممنون. إذا أجينا طلب أوكي ما في مشكلة منعدل بالرسيبي. نعم بدي أردك للبدايات لما ذكرت أنه مشروع الحلويات هو أمر راودك منذ الصغر لأنه عندك فيه شغف كبير، وكيف تسنت لك الفرصة أنك تحقق هالحلم على أرض دبي أرض الخير اللي دايما مثل ما ذكرنا لكل حالمة فيها نصيب. إلى أي مدى البنى التحتية الإجراءات الموافقات الرسمية لإنشاء مشروع صغير بدبي سهلت لك أنك تحقق حلمك؟ لا الحقيقة كل شيء كان مسهل قدامنا، أكيد ضمن الشروط والقوانين المرعية الإجراء. لا بصراحة كان كتير سهل، وأكيد مشينا تحت القانون وكل الورق المطلوب مننا عملناه، شهادة صحية كل شيء وبلشنا. نعم. بلشنا سو ما كان في مشكلة أبدا. نعم عن جد دبي بتسهل كتير أمور، ولكل واحد عم بيحلم
بقول له تفضل على دبي لتحقق حلمك. جميل كثير حلو. سيدة لينا، هاي اللقمة الطيبة ممكن تنتشر خارج دبي؟ يعني ممكن تعملوا فروع خارج دولة الإمارات ودبي؟ ما بتفكروا بهيك شيء؟ أكيد أكيد. هلأ سكند ستيب إذا الله راد رح نروح على أبو ظبي، لأنه عم يجينا كتير طلبات من أبو ظبي إنه بليز إذا فيكم تجوا لهون. So next step رح تكون بأبو ظبي إذا الله راد، يعني إذا تسهلت الأمور رح تكون بأبو ظبي، وفيما بعد خطوة ورا خطوة أكيد. بس عفوا، يعني بإيدك بتشتغلي سيدة رينا ولا في حدا كان سؤال التالي يساعدك؟ يعني كل ما توسع المشروع، هذا السؤال منطقي، يعني كل ما توسع المشروع بدك ناس بنفس خبرتك وبنفس خبرتها، يعني نعم. هو بيقولوا الطبخ نفس، يعني بدون نفس سيدة رينا على الأكل. صح. كيف حتوافقي بين هالأمور؟ هلأ أول ما بلشنا المشروع كنت عم بشتغل لحالي، بس هلأ صرنا بمطبخ، صار عندي 5 موظفين أكيد. شهرين تدريب، هاي هيك هاي هيك، ما ننتبه على النظافة، على طبعاً على أدق التفاصيل. يعني ما تركتهم يشتغلوا غير ما تأكدت أنه عم تطلع الوصفة مثل ما أنا بعملها. نعم، لا يخفى على أحد أنه ممكن العلامة التجارية بين ليلى وضحاها تصير ترند من خلال مواقع التواصل الاجتماعي. هيدا أمر مطلوب ولابد من مجاراته، وبالمقابل مواقع التواصل الاجتماعي ممكن بعض الأحيان تفرض إذا بدك ترند خاص على أصحاب العمل. إلى أي مدى بتجاري الصيحات المطلوبة؟ وإذا في أمر رائج عم بلاقي مشاهدات عالية على مواقع التواصل الاجتماعي، بتقولي بدي أعمل هالوصفة بلمسة الخاصة؟ إيه أكيد، ليش لا؟ ليش لا؟ ما في مشكلة، بالعكس. يعني هو هلأ هاي الأيام أيام العالم التواصل الاجتماعي، يعني ما فينا نتغاضى عن هيدا الموضوع. بس إيه فيني أخذ الريسيبي، بس عطول بحب عدل فيها لحتى تكون يعني خاصة فينا، خاصة بعلامة سابلي. نعم. إيه فما عندي مشكلة أبداً. سيدة ريما، بس خلينا نتحدث كمان عن الباكيجينج، التغليف. شفت هذا التغليف كمان من تصميمك ولا كيف؟ بصراحة التغليف وهاي القصص ابني هو موجود، هو موجود معانا، وهو لأنه مني فاضية أنا، يعني أنجأ بالمطبخ كنت عم بخلص، فهو تولج هيدي الأمور كلها. وكمان لقى استحسان كتير عند العالم، انه كتير براتيك ومرتب عملي وعملي. نعم. نعم. طيب الاساس هو السابلي مثل ما ذكرتي، ولكن بتطمحي الى انه يصير عندك منتجات اخرى؟ ولما بتقرري اضافه منتج اخر الى القائمه، مين اول شخص بيقوم بتذوق هالمنتج؟ اراء مين بتاخذي بعين الاعتبار؟ وكيف تتعاملي مع النقد اذا اجاك نقد، يعني سكر زياده، شوكولاته زياده، كيف بتتعاملي مع الموضوع؟ بصراحه كل فتره نحن عم ننزل نيو، يعني اشياء جديده، وصفات جديده، أكيد مندوقها لأكثر عدد ممكن من العالم. نعم. ومناخد آراءهم، وعلى طول أنا بحرص أنه يعطوني الانتقادات المش منيحة حتى تحسن، قبل الانتقادات المنيحة لحتى نحسن. نعم. وعلى طول بحرص أنا دايما يكون السكر معتدل بكل الوصفات لحتى ما يشحرق واحد هو وعم بيأكل. نعم. ما يكون حلاوة زايدة، ما يكون حلاوة زيادة، فهي هي. أنا شحرقت بدي أكل. لا لازم تأكل ضروري. أكيد لازم، هلأ بعد الهواء بنقضي علينا. طيب سيدة لينا، العصائر بس عندك الليمون ولا في كمان أمور أخرى؟ هلأ عم نفكر بدنا ننزل أشياء جديدة كمان بالعصائر، يلي هن كوكتيل بردقان وأفندي، وممكن أشياء تانية رح أتركها مفاجأة. نعم. ما بنقدر ناخذ سكوب يعني هلا. لا بدك تنطر. طيب. بدك تنطر طبعا. سيدة لينا نجام، نحن بداية بدنا نشكرك لتواجدك معنا، سعداء جدا بأنه دبي قدمت لك الفرصة على أنك تحول الشغف يلي كان عندك إلى واقع ملموس على الأرض، حتى هالأمور اللذيذة ما تكون فقط حكر على نفسك وعلى أفراد عائلتك، وإنما تتاح أيضا للجمهور العريض. كل التوفيق بمشاريعكم المستقبلية، ومرة جديدة شكرا على الضيافية اللي جبتي لنا إياها. شكرا لاستضافتكم، ومرة تانية شكرا دبي. دائما شكرا. وأبدا شكرا. Thank you. طبعا نحن أكلة في العين. هلا بدي أكل التمر.